بحلول 31 من ديسمبر هذا العام ستنتهي المرحلة الانتقالية من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ومع قرب حلول الموعد لم يتمكن الجانبان لحد الآن من التوصل إلى توافق بشأن الاتفاق التجاري، حيث ما زال الاتحاد الأوروبي يرغب في وصول الصيادين الأوروبيين إلى المياه البريطانية الغنية بالأسماك بعد خروج بريطانيا من الكتلة الأوروبية، وهو ما لم ترفضه بريطانيا، وإنما أعربت عن أملها في أن تتفاوض بشكل سنوي على حصص الصيادين الأوروبيين، بيد أن الاتحاد الأوروبي يعارض ذلك. كذلك يشكل خلق بيئة متكافئة أحد نقاط الخلاف بين الجانبين، حيث يعتقد الاتحاد الأوروبي أن على المملكة المتحدة أن تلتزم بلوائحه إذا رغبت في دخول سوقه الموحدة، لكن بريطانيا رأت في ذلك محاولة من الاتحاد الأوروبي لفرض قواعد عليها. هذا وفي سبتمبر الماضي نشرت الحكومة البريطانية مشروع قانون السوق الداخلية، وقد اعتبرت بنوده المتعلقة بإيرلندا الشمالية تجاوزا لاتفاق بريكسيت، حيث اتهم الاتحاد الأوروبي هذا المشروع بانتهاك اتفاق بريكسيت والقانون الدولي. ونقلت وكالة رويترز الأنباء عن دبلوماسي أوروبي قوله إن آفاق الاتفاق التجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ليست مشرقة إلى حد ما.